بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الأول بعد 109 على 1 تحت عنوان المتجرئون على الفتية. تم تسجيل هذا المجلس في 22 من شوال 1419 هجري الموافق 8 من الشهر الثاني 1999 ميلادي. ولا تجعلوني اقول لكم ما لكم عندين، ما بالكم عندين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. شيخنا حفظكم الله وبارك الله في عمركم وأمد فيه بطاعته وجعلكم سببا واصلا بالخير وإليه ومنه لتكونوا دائما وأبدا المنارة التي ينتهي إليها طلاب العلم في هذا الزمان بما عهدناه فيكم وعنكم من علم من الله به تبارك وتعالى عليكم. شيخنا حفظكم الله، كثر في هذا الزمان الذي نحن فيه المتسلقون الى الفتية، حتى صارت الفتية زادا تافها لا قيمة له عند كثير من الناس، ولا يكاد الواحد منهم يسأل عن المسألة التي كان لو سئل عنها عمر لجمع إليها أهل بدر وأهل شجرة الرضوان. ولكن هذه الفتية التي كانت على مثل ما تعرفون وتعلمون، وأنتم من أعلى رؤوسها في هذا الزمان، أصبحت مما يؤسف له ويحزن من أجله كأنما تباع في السوق، فتشترى وتباع، والزيادة والنقص فيها إنما هو بحسب المسؤول في هذا الأمر أو ذاك عنها. لذا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وعليكم، ما أحوجنا إلى أن تضعوا لنا معالم تكون شيئا يهتدي به طالب العلم أو طلاب العلم، معالم لهذه الفتية كيف يسلك إليها وكيف ينبغي أن يتعامل معها طلاب العلم في هذا الزمان، وجزاكم الله خيرا. في اعتقادي أن مثل هذه المسألة تكررت أكثر من مرة وحق لها أن تتكرر لإقدام كثير من الشباب الناشئ في طلب العلم على التجرؤ على الفتية، أنا كما تعلمون لا أحتج بما لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكني قد أستأنس ببعض الجمل التي رواها بعض الرواة خطأ ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم سهوا.
ومثل هذا النوع من الحديث يكثر مع الأسف، ولكن يجب أن نتذكر بأنه ينقسم إلى قسمين اثنين. من هذا الحديث الذي لا يصح ما يكون منكرا سندا ومعنا، ومنه ما يكون ضعيفا سندا صحيحا معنا. والمعنى يؤخذ من أدلة أخرى، لكن ذلك مع ذلك لا يسوغ للعالم أن يجزم بصحة هذا النوع من الحديث، النوع الثاني الذي ضعف سنده وصح معناه، مع ذلك لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لا بأس من الاستئناس به، وأعود لأؤكد إذا كان معناه مقبولا، مع بيان أنه لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أريد بهذه المقدمة الوجيزة أن أذكر بمثال لهذا النوع من الحديث الذي يشهد له القرآن والسنة، ألا وهو أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. هذا حديث ضعيف إسناده صحيح متنه، يشهد عليه الكتاب والسنة وما جرى عليه عمل السلف الصالح. ذلك أنكم تعلمون إن شاء الله جميعا أن العالم من أصحاب الرسول، وأعني ما أقول العالم من أصحاب الرسول، ولا أعني مطلق صحابي، كان إذا جاءته الفتوى تحرج منها ويحاول أن يتنصل منها بأن يحيلها إلى غيره، وذلك لصعوبة الفتوى وصعوبة تحملية مسؤوليتها فيما إذا كان قد وهم فيها. وأقل شيء ثبت عنهم أن أحدهم وهو من كبار علماء الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان إذا سئل عن مسألة أجاب ويقول هذا رأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. المهم أن السلف الصالح كان علماؤه يتحرجون من التسابق إلى إصدار الفتاوى، ثم كانوا يتورعون عن الإكثار من الإفتاء خوفا من عاقبة الوهم كما ذكرت آنفا. ولا بد أنكم جميعا أو على الأقل بعضكم قد قرأ في ترجمة إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
أنه جاء رجل من خراسان وفي يده أسئلة نحو 40 سؤالا، فأجابه عن 4 أسئلة فيما أذكر، فتعجب الوسيط هذا أو الرسول إذا صح التعبير، كلاهما صحيح، تعجب من اختصار الإمام إمام دار الهجرة على الإجابة على 40 مسائل من 40 مسألة. قال له أنا جئتك من خراسان، ما هي هذه الأسئلة؟ قال ارجع إليهم وقل لهم هذا الذي عند الإمام مالك والأسئلة الأخرى لا جواب عنده. الله أكبر الله أكبر. هذا التحرج سببه يعود إلى الخوف من أن تزل قدم المفتي، من أن تزل قدم المفتي فيلزم وراء ذلك أن يضل، أن يضل بخطائه عشرات إن لم نقل مئات إن لم نقل الألوف. ويا سبحان الله، هم مع ذلك يعلمون حقا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. هم يعلمون أنهم لا يؤاخذون عند الله فيما إذا اجتهدوا وأخطأوا، مع ذلك يتورعون. هذا هو العلم النافع يظهر أثره في تصرف العالم، ليس فقط في تصرفه عموما في تعامله مع الناس، وإنما حتى في فتاويه. فهم كانوا يخافون، ولذلك نعلم من كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى جعل الناس من حيث علمهم وجهلهم قسمين لا ثالث لهما. الأول العلماء، والآخر غير العلماء. لا أريد أن أقول الجهال، أريد أن أقول كلمة هي أعم من الجهال وأخص من العلماء، أعني كل من ليس عالما فهو داخل في عموم قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا شك أن غير العلماء ينقسمون إلى قسمين: فيهم الأمي الذي لا يطلب العلم مطلقا، وفيهم الطالب للعلم، وفيهم الطالب للعلم، لكن الطالب للعلم ليس عالما، هو طالب علم. متى يصبح المرء عالما؟ أيضا يذكرون في ترجمة الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه وعن أمثاله من أئمة المجتهدين أنه ما جلس للتدريس
إلا بعد أن أذن له كذا وكذا من العلماء. أما اليوم مع قلة العلماء نرى كثيرا من المبتدئين في طلب العلم يتجرؤون على الإفتاء دون أن يسألوا أهل العلم هل هو وصل إلى مرتبة الإفتاء هذه أم لا، إن كان لا يعلم الحقيقة التي ذكرتها آنفا استنباطا من قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأمر كما قيل التاريخ يعيد نفسه. لا أقول إن هذه الآفة التي عمت وطمت في هذا الزمان وانتشرت بين طلاب العلم هي غير معهودة سابقا، أقول آسفا هي معهودة سابقا لكن بصورة ضيقة وضيقة جدا، وكان ذلك من حكم الله وتقادير الله عز وجل الحكيمة اللطيفة لكي يأخذ الخلف درسا من السلف. أشير بهذا إلى حديث جابر المروي في سنن أبي داود رحمه الله أن رجلا أصابته جراحات في بعض الغزوات فأصبح وقد احتلم وهو يعلم بأنه ما دام أنه قد احتلم فعليه الغسل، ولكن صعب عليه أن يغتسل وبدنه مصاب بجراحة، فسأل من حوله قالوا له، وهنا الشاهد، قالوا له لابد لك من الغسل، فاغتسل فمات فتوى جاهل لم يبلغ مرتبة الإفتاء مرتبة الأصحاب الكبار العلماء. فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العين السؤال. إذن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل من لم يصل إلى مرتبة العلماء، ومرتبة العلماء هذه لا يمكن الوصول إليها كما يتوهم البعض ما بين عشية وضحاها، ولا يمكن الوصول إليها ولو أنه عاش دهرا طويلا بين كتب محدودة وكتب مقيدة بفتاوى معينة لا تسلك سبيل قوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا يمكن أن يصل الطالب العلم إلى مرتبة العلماء إلا
بوسيلتين اثنتين، إحداهما الآن متيسرة ومتوفرة، والأخرى مع الأسف الشديد أقول إنها عزيزة نادرة. أما الوسيلة الأخرى فهي الرجوع إلى كتب أهل العلم، إلى كتب أهل العلم التي خلفوها لنا مع اختيار منها ما يسلك مؤلفوها مسلك المنهج الصحيح، منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، وليس فقط يسلك مذهبا معينا ويعرض عن الاستفادة من الكتب الأخرى التي إن لم تفقها علما وتحقيقا فهي لا تنزل عنها. هذه الوسيلة اليوم متيسرة، وخاصة والمطابع في كل يوم تصدر لنا كتبا ما كنا نعدها من قبل لا مخطوطة ولا مطبوعة. وها هو المثال الآن بين أيديكم، وهو هذا الشيخ المزعوم الألباني قد بلغ من الكبر عتيا، ويجد نفسه أنه قد فاته من العلم شيئا كثيرا، ولذلك فهو يعيد النظر فيما مضى من علمه حتى يستدرك ما قد يكون فاته من التحقيق العلمي. بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يتيسر له الوسيلة الأخرى، وهي العلماء المحققون الذين جمعوا من العلوم ما شاء الله. لأن من سنة الله عز وجل في خلقه أن يستفيد السلف من السلف، ويستفيد بعضهم من بعض. فإذا لم يتيسر لطالب العلم علماء من مختلفي الاختصاصات لم يبق له مرجع إلا أن يعود إلى هذه الكتب التي خلفوها لنا رحمهم الله تبارك وتعالى. كما قيل لنا جلساء لا نمل سماعهم مأمونون غيبا ومشهدا، لنا جلساء لا نمل سماعهم مأمونون غيبا ومشهدا، إن قلت أحياء فما أنت بكاذب، وإن قلت أموات فما أنت بمفنج. فهذه الطريقة اليوم هي مع الأسف متيسرة فقط هي المتيسرة، لكن هذا يتطلب نوعا خاصا من طلاب العلم، أوتوا نشاطا وأوتوا فراغا وأوتوا حرصا، وقبل كل ذلك أوتوا إخلاصا لوجه الله تبارك وتعالى، مع المثابرة والدأب ومع الزمن الطويل. فهذا يجد نفسه أنه قد بلغ منزلة بإمكانه
أن يؤلف وأن يفتي، لا سيما وقد يضطر العلماء الذين تلقوا العلم بالطريقة الأولى أن يشهدوا لهذا الإنسان بأنه يحق له أن يفتي الناس فيما يرد إليه من فتاوى. لكن المشكلة، كل المشكلة في هذا الزمان كما نقول في كثير من المناسبات هي فساد التربية وفساد الأخلاق. اليوم بلا شك لا يمكن أن ينكر أن هناك صحوة علمية، لكن بدل أن يقترن مع الصحوة العلمية تربية أخلاقية، على العكس من ذلك المستوى في التربية الأخلاقية انحط، وأصبح كثير ممن ينتصبون للتدريس وللتعليم لا يمثلون أخلاق العلماء، فضلا عن أن يمثل أخلاق العلماء الناشئون في طلب العلم المغرورون بالبضاعة المزجيات التي حصلوها في زمن قليل. لذلك أنا أعظ إخواننا الناشئين في طلب العلم أن يدرسوا العلم لأنفسهم، أن يدرسوا العلم لأنفسهم وأن لا يستقلوا بفهمهم، وأن يستعينوا على تحرير وتحقيق ما قد يحققون بزعمهم من مسائل بالعلماء الذين هم من المشهود لهم عند أهل العلم بأنهم من العلماء حقا. أنا أضرب لكم مثلا بنفسي، هذا كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة معروف عندكم، في كل يوم أعيد النظر فيه. لماذا؟ لأنه ألفته في أول طلبي للعلم. وهذا كتاب آخر كتبت على غلافه لا يجوز طبعه، لأنه الجزء الأول معرف ما. هؤلاء مجلدان بخط خط الشباب، كتبت عليه لا يجوز طبعه لأنه بحاجة إلى إعادة النظر. شوف هذه الدقة ما شاء الله، كأنه مصنوع. لا هو من بعيد تنظر كأنه مصنوع، لا يشك في أنه مطبوع. هذه الكتابة هنا ما شاء الله ما شاء الله. لا أرغب في طبع هذا الكتاب لأنه لا أرى
اقرأ. الشيخ نقول على طرة المجلد الأول من الروض النظير لا أرغب في طرع هذا الكتاب لأنه ذكورة عمل فيحتاج لإعادة النظر فيه. مع أنني أستفيد منه ما شاء الله أستفيد منه فائدة كبيرة. نعم. متفرغ له ومتوسع تخريج ومتأنق كتابة ما شاء الله. الآن خطي كما كنت سمعت من معلمي للخط في المدرسة الابتدائية خطي كخط البط في الشط لا يكاد يقرأ. تمام. تاريخ هذا الكتاب شيخ منتهي منه سنة 59 و300 وألف يعني قبل 60 سنة. المقصود والآن وأنا في عجزي وضعفي هذا الذي ترونني فيه لم أعد أن أتمكن من الاستمرار في مشاريعي التي كانت في يدي، لكن ربي عز وجل امتن علي ببعض القوة وبعض النشاط، لأن الحقيقة مضى علي أكثر من سنة وأنا شبه قعيد، ومر علي دور لم أستطع أن أخط خطا ولو كخط البط في الشط، لكن الآن أكتب وإذا تأنيت يكون الخط أجوده وأزينه، لكن لا أستطيع أن أتوسع في الرجوع للمصادر كما هو ديدني في كل تأليفي، وهذا لا يخفى لمن كان منكم على اطلاع على بعض آثاري ومؤلفاتي، لكن ربي عز وجل لا يحب لي البطالة ولو في حالة العجز والجلوس في مقعد قلما أغادره، فألهمني بما أشغل نفسي في حدود طاقتي، تفتق معي مشروع له علاقة بالبحث الذي أشرت إليه بصورة عامة. نعم. ألا وهو تهذيب كتاب صحيح الجامع الصغير. نعم. أنا أهذب كتابي لأن هذا الكتاب ألف أيضا منه 40 سنة وكانت المعلومات محدودة والمصادر محدودة، على الرغم أنني كنت أعيش في مكتبة الظاهرية العامرة بالمخطوطات الأثرية والتي أعتقد أنني لعلي الفريد الذي فضل بكارة هذه الكتب، لأني أذكر جيدا كنت أخذ الكتاب وأفتح الورقة فأسمع طقطقة. الله أكبر. إيش فيها؟ هذا من قدم الاتفاق الخير. اتفاق الحبر بالحبر. نعم. ما هذا مستعمله. ملحوش في المكتبة. على الرغم من أني كنت محاط بمثل هذه الألوف من المصادر، لكن فيما بعد وجدت نفسي أغرق في مطبوعات من مخطوطات لم أكن أسمع بها من قبل، إذن الأمر يتطلب إعادة النظر. غرضي من هذا وذاك كله أن أقدم لإخواني طلاب العلم درسا عمليا
أنهم إذا وجدوا في أنفسهم طاقة للبحث والعلم والكتابة فليجعلوها لأنفسهم وليستعينوا بمن هو أعلم منهم بالعلم وأسن. ومن أقوال السلف الصالح ما يدلنا على أن الناس لا يزالون بعلم وبخير ما أخذوا العلم عن الأكابر وليس عن الأصاغر. أنا أضرب مثلا لهؤلاء الشباب الذين لا يستفيدون من التراث الخالد، والاستفادة منه يتطلب ما ذكرناه آنفا من الدراسة والمطالعة والصبر والجلد والتفرغ والتفرغ إلى آخره. أضرب لهم مثلا بذلك الأندلسي الذي أراد أن يطير فصعد جبلا بدارا وركب بعض الأجنحة، ما اسمه فراس ولا ايش؟ عباس بن فرناس. عباس بن فرناس. وكان في ذلك حتفه، لا بأس عليه لأنه مبتكر. لكن الآن الطائرات وين وصلت؟ وأنا أضرب مثلا الآن بهؤلاء الطلاب الذين لا يدرسون علم السلف، كمثل هذا الرجل الذي أراد أن يبتكر الآن طائرة، والطائرة قد وصلت أوجها في الابتداع والإبكار والتفنن وما شابه ذلك، وهذا هلاك دون ذاك الهلاك. هذا هلاك الآخرة، ذلك هلاك الدنيا، وشتان ما بينهما. وهنا يأتينا قوله عليه السلام في بعض الفتاوى: من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، كمن سئل عن علم فكتمه أعلم يوم القيامة بلجام من النار. فسواء كان العالم مسؤولا ولم يجب، أو كان مسؤول غير عالم فأجاب بغير علم، فكلاهما في النار. هذا ما يتيسر لي من الإجابة عن هذا السؤال، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يعرفنا بأنفسنا وأن يهدينا سبل سلفنا الذين كانوا يخشون الله عز وجل ويتورعون عن الفتيا إلا إذا رجعت إليهم ووجدوا أنفسهم لابد أفتوا وقالوا هذا رأينا، فمن كان عنده رأي خير منه فليأتنا به. الآن تبدو الفتوى جزما وكأنه وحي السماء، ممن لا يزال، ما أدري هذا التعبير عندكم معروف، ممن لا يزال في الرقراق. نعم، يعني على ساحل البحر بعد. نعم. لم يخض ما خض بعد، أو في الضحضاح. يعني في الضحضاح. نعم. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خير شيخنا على هذا الجواب المفيد الطيب، الذي في حقيقة الأمر نحن في حاجة وما أحوجنا إلى مثله. وأسأل الله أن يطيل في عمركم وأن يزيد من ويبارك في علمكم. شيخنا، نخلص من هذا بأن طالب العلم حتى يتمكن أن يكون طالب علم لابد أولا من أن يعني يحرص على تكوين الملكة العلمية الصادقة الصحيحة القادرة على أن يبدأ ويعيد في مسائل العلم. وهذه الملكة الحقيقة
تحصيلها في هذه الأيام صعب وصعب، وذلك لأسباب، لأن دور العلم أو المعاهد أو الكليات العلمية لا تربي الملكة العلمية الآن إطلاقا، وإنما تعطي أوراقا سوداء وتقول للطالب قدم الامتحان. هذه من مشاكل. نعم. وأما أيضا طلاب العلم الذين يدعون أنهم يأخذون العلم عن أهله أو عن المشايخ أو عن طلاب العلم الكبار، فإنهم أعجز بكثير وبكثير جدا من أن ينالوا هذه الفضيلة، فضيلة الملكة العلمية الصحيحة، وذلك لأنهم فقدوا الحرص والمثابرة وعدم الانشغال بغير العلم والحرص والإخلاص. فهذه أمور ليس من السهل أن تبقى ثابتة عند كثير من طلاب العلم. وهناك أمر لابد أشرتم إليه وضربتم مثل بأنفسكم. نحن شيخنا بارك الله فيكم نعلم من ما أنتم قد حصلتموه من العلم، لا بشهادة أنفسكم على أنفسكم، فأنتم الحمد لله لستم الذين فوزتم أنفسكم في هذا المضمار الواسع، مضمار علم السنة، ولكن أهل العلم جميعا يشهدون بذلك، القاصي منهم والداني، المحب والمبغض على السواء، ولا أدري لماذا يبغضون. وكنت أحب أن أقول يجب أن يحرصوا على الحب لا على البغض، ذلكم أن الحب يجمع ولا يفرق ويعلي ولا يخفض، ولكن كثيرا من الناس لا يعقلون. شيخنا بارك الله فيكم، أنا أريد أن أنوه بمسألة وحضرتني الآن حتى أيضا يعني تردفوها بالجواب السابق عن السؤال السابق، وهي أن كثيرا من طلاب العلم أيضا يقعون لا في خطأ بل في خطيئة، أقول خطيئة فعلا، وذلك عندما يلونون في الإجابة أو في نقل الجواب للعلم، فتارة إذا ساغ لهم الأمر وطاب قالوا وامتدحوا وصوروا الأمر وقالوه وأوردوه على ما كان، وإذا لم يطب لهم ذلك فإنهم يستأتئون ويستعتعون ويتأخرون تارة ويتقدمون تارة أخرى. المقصد من ذلك كله أنهم لا يريدون أن يجهروا بالمسألة العلمية التي سمعوها أو تلقوها عن ذلك العالم أو ذاك. وأنا الآن أقول أضرب لذلك مثلا في حقيقة الحال، لو أن طالبا من طلاب العلم الذين بلغوا شرا بعيدا وهو يعلم مداخل الكلمات ومدلولاتها وما تؤدي إليه من مقاصد وغايات، هل يجوز له عندما يسأل مثلا وأنا السائل لا غير، هل يجوز شيخنا بارك الله فيكم أن إذا عرف بأن فلانا من الكفار كالمقوقس مثلا أو كهرقل كالمقوقس، بأن فلانا من الناس كالمقوقس من الكفار أو كهرقل الروم، كهرقل الروم أو كسرى ملك الفرس، هل كان يجوز أن يخاطب هذا بأن يبدأ الكتاب الذي يرسل إليه بكلمة السلام أو لا يجوز؟ ونقيس على ذلك أيضا، إذا عرف أن فلانا من المسلمين شهر عنه بأنه مثلا ليس على المنهج الصحيح، فهل يجوز أن يبدأ أن يقال له السلام عليكم أو سلام عليكم أو طبتم بسلام تدخلوا الجنة إن شاء الله إذا هداكم الله خالدين؟ هل يجوز مثل هذا أو لا يجوز؟ هذه مسألة في اعتقاده لا خلاف فيها بين العلماء. الناس قسمان من حيث الواقع أولا وفيما يتعلق بالجواب عن هذا السؤال ثانيا. نعم. مسلم وكافر، مسلم وكافر، فمن كان مسلما بودئ بالسلام
ومن لم يكن مسلما لم يجوز بدعته بالسلام. وهذا معروف في حديث البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. وسنة الرسول العملية تؤكد سنته هذه القولية، حيث أنه كان إذا أرسل إلى الملوك من الكفار كقيصر وأمثاله بدأه بقوله سلام على من اتبع الهدى. ولذلك فلا يجوز بوجه من الوجوه الكتاب إلى من ليس مسلما مبتدئا كتابه بالسلام عليكم أو مختتما له بالسلام عليكم. والعلة في ذلك كما جاء في صحيح الأدب المفرد للبخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. وإنما يخاطبون من ليس مسلما بأي عبارة فيها تصريح وتنسيح وتمسيح بالخير ونحو ذلك. أما إذا كان مسلم المراد مخاطبته فاسقا فهنا مسألة اجتهادية، هذا اعتقادي، تتعلق بمسألة المقاطعة. وهذه مسألة كان يدندن حولها السلف الصالح، حيث كانوا يكثرون من التذكير والأمر بمقاطعة المبتدئ وعدم إلقاء السلام عليه. أنا أقول هذه وسيلة من الوسائل التربوية الإسلامية، أعني بذلك المقاطعة وما يتفرع منها، ومن ذلك ما نحن بصدده وهو إلقاء السلام على الفاسق مع مراعاة قاعدة أخرى. وهنا يظهر أهمية معرفة الشريعة بأصولها وقواعدها التي لا يهتم بها الناشئون في العلم ولا يعرفونها للسببين المذكورين آنفا، لا هم حصلوا العلم تلقيا عن أهل العلم مباشرة ولا مطالعة طويلة الأمد من كتب السلف الصالح، وهي مراعاة قاعدة المفسد والمصلحة. نعم.
هذا مهم جدا، وهي مراعاة المفسدة والمصلحة وتقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة والعكس بالعكس تماما. هنا لا يجوز في اعتقادي وضع مد عام. نعم. أي فيما يتعلق بالمقاطعة، فيما يتعلق بعدم إلقاء السلام. كثيرا ما نسأل فلان صديقي لكن لا يصلي، فلان قريبي لكن لا يصلي، فلان مبتدع، فلان صوفي، فلان كذا، هل نسلم عليه أم لا؟ يقول هو قد تأثر ببعض الكلمات السلفية التي أشرت إليها آنفا، وتشبع بها تشبعا تاما غير ملاحظ القاعدة. نعم. ونقول له انظر، هل أنت إذا قاطعته شخصيا أو لم تبادره بالسلام تربيه أن تبعده عن التربية؟ اجتهد، أيما حصلت الفائدة افعل، قدمها ولا تتخذ قاعدة تمشي عليها. هذا يا أستاذ الحقيقة يحتاج إلى علم ويحتاج إلى مربي، ولذلك تفتق معي الكلمة التي سمعتموها مرارا، لا بد من التصفية والتربية. التصفية الآن واجدة، أما تربية فلا، نادرة نادرة جدا. ولذلك فيجب أن نعمم هذا المبدأ بين إخواننا جميعا، أن لا يأخذوا المسائل بعموماتها. أهل العلم يقولون ما من عام إلا وقد خص، وما نحن فيه من هذا القبيل. نعم. جدا. ولكن من عمل أكثر الناس اليوم مشتغلون وملهيون بشهواتهم وهي لا تعد ولا تحصى، ومن شر الشهوات تعلم العلم لتصدر المجالس. لا حول ولا قوة، لتصدر المجالس، إنها لطامة، وهذا أمر واقع. والله المستعان. ولعلي أجبتك عن هذه أيضا. أجبتم وجزاكم الله خيرا، وإياكم إن شاء الله. وقد ذكرتم كلمة لطيفة حيث قلتم بأن الشبهات أو الشهوات كثرت بين الناس وأضلتهم عن سواء السبيل. أنا حقيقة أريد أن أقول لو أن الأمر قد قصر على ما يكون من الخصومة التي تكون بين المسلمين الذين يدعون أنهم على منهج الكتاب والسنة، وبين خصومهم الذين يقولون بأنهم ليسوا على منهج الكتاب والسنة، لقلنا الأمر سهل ويسير. ولكن شيخنا بارك الله فيكم، الآن الشهوات والشبهات قد أخذت تجيش في الصدور جيشا شديدا، وأخذت تصعد إلى العقول وتنزل إلى أسافل الإنسان لتجعل من كل واحد من هؤلاء، أو أقول لا أستغفر الله، من الكثيرين تجعل منهم ضحايا لها من غير أن يلتفتوا إلى أنهم هم ضحايا، ولكنهم يظنون أنهم يحسنون الصنعة. فالخصومات الآن كثرت بين أهل المنهج الواحد، حتى المنهج الواحد. نعم. إيه نعم. سبب عدم التربية. بالضبط شيخنا، عدم التربية وعدم العلم أيضا، أو طلب العلم لغير الله تعالى.
لغير وجه الله. العلم بارك الله فيك في اعتقادي في مثل هذه القضايا ما تخفى عليهم، لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. لكن التربية التربية ولذلك أقول علينا نحن وكل نفس بما كسبت رهينة، علينا أن يسعى بالتربية لمن حوله بدءا بأولاده بأقاربه بجيرانه وهكذا حتى تتسع الدائرة إن شاء الله وتعم الكثيرين من الذين هم معنا في المنهج وليسوا معنا على التربية. والله والله المستعان. سيدي جزاكم الله خيرا شيخنا. الله يبارك فيك. الحمد لله في كل مرة نأتي نسعد أولا ونمعن برؤيتكم وأنتم على مثل هذا. حفظكم الله جميعا. ونسأل الله أن يجمع لكم بين الأجر وبين العافية. اللهم آمين. وإذا كنتم شيخنا كما وصفتم أنفسكم أنا قعيد هذا الكرسي فالحمد لله علمكم يطوش في آفاق الدنيا، فهو يسعى بأكثر من ألف ألف وأنتم جالسون على الفراش. نسأل الله أن يقبله. فجزاكم الله خير شيخنا وبارك الله. أن يقبله منا. آمين. الله يحفظكم بالورقة. نعم طيب بارك الله. أنا اخترت اختيارا زين وربما بقي لك أن تختار أنت لأنه للناس فيما يعشقون مذاهب. أنا أختار أنا أختار. إذا أردت أن أختار شيخنا فأنا أختاركم كلكم. الله يجزاك خير. هذا المختصر عندك؟ لا ما عندي. هذه إذن تستعيرها إن شاء الله وتستعين بها على ما أنت في صدده. جزاكم الله خير. وإذا ما اطلعتم عليه وأبشرك يا شيخنا بأنه يعني أعددت ما يطيب لك أن تسمعه إن شاء الله. كيف؟ أعددت ما يطيب لك سماعه. جزاك الله خير. وما تقر به عينك. الله يبارك فيك. وما سيأتيك من خبره ما يثلج صدرك إن شاء الله. جزاك الله خير. شيخنا أنا ابني في أسعدني وشرفني بأن أكون نائبا عنه في استلام الجائزة التي هي دون ما يستحق بكثير. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. يا الله يبارك فيك هذه الحقيقة. والله أنا أقولها من قلبي
لأنه الجو فارغ فاضي لا تنظرون إلي هذه النظرة. إذا كنت أنت تقول هذا يا شيخ الله أكبر ماذا يقول غيره؟ ماذا يقول غيره؟ الله أكبر اللهم اصلح اللهم اغفر لما لا يعلم جزاكم الله خير واجعلني خيرا مما يظنون الله يبارك ولا تؤاخذني بما يقولون. نعم اللهم ما تركوا لنا شيئا إن الرغاة بأرضنا يستيقظ. شو المثل هذا ما أحلاه.